بقيه الطلبه طبعا بدات بالمراجعات المواد اللي هي كانت مش لماها بدايه يعني، وبعد كده فرغت اسبوع كامل لمراجعه العربي. توقعات الامتحان هو بيعتمد طبعا اي لغه بتعتمد على الكلمات، الكلمات والجرامر. خلاص باذن الله اي عيل بيدخل بيبقى ايه شكاوى المواد اللي فاتت؟ هو الشكوى الوحيده ان المفروض ماده ما بتتجمعش في المجموع ما كانوش جابوها للطلبه، وخاصه ان عارفين ان الطلبه ما بتديهاش اهتمام. الاقتصاد والاحصاء مع انهم مادتين مليانين يعني قوانين ومحتاجه حل كتير علشان تقدر تنجح فيها، مش عشان تقدر تجيب فيها مجموع، عشان تقدر تنجح فيها. فالمفروض كانوا يعني قبل الامتحانات باسبوع على الاقل، او امتحانهم في المدارس زي ما عملوا في الاعداديه السنه دي، والمواد اللي ما بتنضبش بداوها قبل الامتحانات يعني. فاحنا كان نفسنا يعني، بس خلاص دي اخر بنوته عندي في الثانويه، اللي يبقى للي جاي باذن الله.